والله شوف مباراة الهلال والنصر عادة يعني أي توقعات لواحد من الفريقين دائما يعني تكون النواحي النفسية في المباراة هي الفيصل في الموضوع، دائما يكون الهلال مرشح وتلقى النصر يفوز، تلقى النصر مرشح الهلال يفوز، فبالتالي أحداث المباراة وأوقاتها والتقلبات اللي تكون فيها هي الفيصل في هذا الموضوع. أنا أشوف الفريقين النصر حقيقة تغير كامل مع اللعيبة الأجانب، أصبح الفريق يمتلك هوية، عنده لعيبة قوية، عنده لعيبة لهم ثقلهم الفني وخطورتهم وتواجدهم. مثل هالمباريات خصوصا يعني اللعيبة النجوم، أتكلم على أحمد موسى، أتكلم على مرابط وحمد الله وعلى جليانو، مثل هالمباريات تعطي اللعيبة الدافع. اليوم مباراة الهلال والنصر بكرة فرصة لأي لاعب أن يكون يعني أن يختصر النجومية في مباراة بكرة لسنوات طويلة. مباراة الغد بتكون هي محك كثير من اللعيبة وفرصة لكثير من اللعيبة أنهم يظهرون مستواهم. أنت اليوم كل يشاهدك، ومباراة ممتعة يعني بالنسبة للاعب، مباراة بكرة ممتعة، جمهور حاضر كل تفاصيلها، يعني أنت تستمتع. افترض أنك كلاعب تدخل الملعب تبتعد عن هذه الضغوط اللي خارجي اللي قاعد الجمهور شاد أعصابهم، لأن لاحظ أن الجمهور يعني مرة يعني أعصاب قوية يعني بين الجمهور لا الهلالي ولا النصراوي، كل واحد يعني ما يدري وش بيصير. ولأول مرة يعني تصير يعني الكفتين زي ما ذكر خالد أنها متوازنة بالنسبة للفريقين. النصر يمتلك مرابط ويمتلك أحمد موسى كخطورة دائمة للنصر، ولكن أنا ملاحظ مرابط وحمد الله في أحمد موسى ومرابط في الفترة الأخيرة مستوياتهم متراجعة، ما لهم يعني تأثير كبير زي ما حمد الله قاعد يقدم للفريق النصراوي. فهل مباراة الغد فرصة لهم يرجعون ولا بيستمرون بعدهم؟ لأن أشوف أحمد موسى دائما كور تجيب خط 18 يشوتها فوق يسطح، يعني ما هو أحمد موسى اللي نعرفه كلاعب إمكانات. فأشوف النصر قوته في الثلث الهجومي، عنده ثلث هجومي ضارب يعني في الكرات المرتدة في الخطورة. حمد الله لاعب ذكي يتحرك بخط 18، حمد الله ما هو لاعب مهاري ولكن لاعب ذكي، يعرف يتمركز، يعرف يستغل الفرص، يعرف يضرب راس. لعيبة السعوديين بالذات الدوري السعودي عندنا مشكلة في الكرات العرضية، ومثل هاللاعب بذكائه يستغلها أيما استغلال. فدفاع الهلال عليه أن يحذر من حمد الله لأنه مصدر الخطورة الأول فريق النصر. على الطرف الآخر فريق الهلال، فريق الهلال بيتأثر بكرة، كاريلو كان ما وصل لليوم فما أعتقد أنه بيكون جاهز ليبدأ المباراة. عندك إدواردو مصاب اللي هو أهم لعيبة الهلال الفترة الأخيرة، إدواردو الآن منتشي مقدم مستويات كما حمد الله في فريق النصر يقدم مستويات متميزة، لاعب يعني ما شاء الله، إدواردو لاعب هداف، لاعب يصنع، لاعب يعطي الفريق روح ويعطي الفريق يعني دفعة قوية. فأنا أشوف أن إدواردو قوته في القدوم من الخلف والمفاجأة والتسجيل، ويعني لاعب هداف بكل المواصفات. الهلال يتميز بالثنائيات، عندك كاريلو وعندك محمد البريك، ياسر الشهراني وسالم الدوسري. اللي أتوقع سالم الدوسري بكرة إن شاء الله بيكون لبصمة. سالم من نوعية اللعيبة اللي يستمتع مثل هالأجواء لأن ثقته كبيرة ما شاء الله، كنترول رائع. سالم من أفضل اللعيبة اللي يعني سرعته بالكرة بالجري من أفضل اللعيبة في الدوري السعودي، فعنده كل الإمكانات. محمد كنو دقنك لعيبة لهم ثقلهم الفني. فاليوم الهلال والنصر كفتين متوازنة، لعيبة كبار، أسماء كبيرة، ثقل فني كبير في الجهتين حقيقة. يعني أنا أتوقع مباراة الغد تحفل بأهداف، بكرة فيها أهداف، لا الهلال بيسجل والنصر بيسجل. وإن كنت أنا أرى أن الهلال من الناحية الفنية أفضل من فريق النصر. النصر في آخر أربع مباريات ثنتين فوز وثنتين تعادل وثنتين هزيمة، الهلال ست مباريات ولعبها مع فرق مختلفة. وإن كنت أنا ضد زوران في فترة مباراة أحد، زوران لم يوفق مباراة أحد، سوى تدوير في وقت أنت كنت بحاجة نقاط أحد، نقاط أحد ما تفرق عن نقاط النصر، هي نفس النقاط. فيفترض أنك تدخل بكل قوتك لما تفوز على أحد تحقق أنها تضمنها تعطي فرصة للبدلاء، ولكن زوران أوجد هذا الضغط على فريقه في مباراة النصر. وإن كنت أرى أنه بيكون ضغط إيجابي لأن اللعيبة في مثل هذه الأجواء أجواء رياضية كروية فعلا، مباراة الغد فرصة لأي لاعب أن يقدم نفسه بشكل كبير للفريقين، للفريقين حتى اللي عنده دروب حيكون هذه فرصة بكره، هذه فرصته، هذه مباراة الموسم للهلال والنصر. النصر امامه صدارة، الهلال امامه تعزيز صدارته والمحافظة عليها. الهلال ينافس على بطولات مختلفة، النصر هذه البطولة بالنسبة له هي اهم بطولة مع كأس الدوري مع الآسيوية. فالفريقين متوازنين،
نتمنى نستمتع بمباراة رائعة، نتمنى أن إن شاء الله نشوف بكرة فريقين فعلا يقدمون كرة الجميع يستمتع فيها، زي ما ذكروا الزملاء أنها يعني مو مش مباراة على المستوى المحلي. اليوم لما تقول الهلال والنصر ديربي، ديربي يعني من أشهر الديربيات في العالم، يعني تتكلم على أتلتيكو مدريد وريال مدريد، تتكلم على المصري والزمالك، تتكلم على الهلال والنصر. لو سمحت تعديل بيراميدز والزمالك. في نقطة مهمة لو يسمح لي.